اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده ويا لنا صالح. الله خلق الانسان بسابق علمه وهو يعرف انه شرير، طب ليه خلقه؟ ده نص سؤال وصل للبرنامج، والحقيقه ان هو بيثير اسئله اخرى مشابهه، زي مثلا ليه ربنا خلق الانسان حر وهو عارف انه هيختار الشر وهيقع في الخطيه؟ وايه فكره علم الله السابق وتاثيره على حريتنا؟ يعني هل مثلا الانسان بيتولد محكوم عليه انه مش هيدخل السماء؟ تبقى فين حريته؟ الأسئلة دي وغيرها هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع ضيفنا المهندس ألف سيدروك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا أنس. خليني أستعرض لحضرتك السؤال اللي وصل لنا زي ما هو. السؤال بيقول الله خلق الإنسان بسابق علمه وهو يعرف أنه شرير، طيب ليه خلقه؟ خلينا في الأول هجاوب على السؤال بالتفصيل، بس دايما من الحكمة إن لما يجي سؤال يطرأ في ذهني أو حد يقوله لي أو أقراه في النت أو يجي لي مثلا في الواتساب أو كده، لازم أسأل ما وراء السؤال. طالما الموضوع مهم ويختص بالله، يبقى فكرة ما وراء السؤال أهم من السؤال. هجيب مثل عشان أوضح. يعني أحد الزملاء ترقى وأخد منصب مدير عام. كويس. فإحدى الزميلات كانت بتدخل له كل يوم وتقول له عبارات وبعض الأسئلة. هقول لك بعض الأسئلة وقولي لي في الآخر هي تقصد إيه من ورا كده. أول يوم دخلت قالت له يا الكرافتة بتاعت ساعتك مش متوضبة. هي المدام ما بتعرفش توضب الكرافتات وتربطها كويس. تاني يوم دخلت قالت يا خبر أبيض، ومعقول حضرتك تجيب أكل من الشارع؟ ده ممكن يبقى ملوث. هي المدام مش بتعرف تطبخ. وتالت يوم لقيت البدلة بتاعته مبهدلة يعني شوية. مش معقول حضرتك اترقيت في منصب كبير؟ هي المدام مش بتاخد بالها من لبسك؟ أقدر أسألك سؤال؟ هل الأسئلة تختص قدرة المدام على ربط الكرافت أو اختيار نوع البدلة أو القميص أو عمل الأكل، ولا تقصد إيه؟ لا طبعا، في نية سيئة واضحة ورا أسئلتها. هي عايزة يعني تعمل وقيعة ما بينه وما بين المدام لأهداف عندها هي. طيب أنا هفترض إن السيد المدير طيب وطيبته تستسم بالسذاجة، فاول ما قالته اول سؤال عن الكرافتات لا لا لا، اصل المدام اسرتها بسيطه واهلها مش بتوع كرافتات وكده، ما تدقيش على الموقف ده. والتاني يوم دافع عن المدام، والتالت يوم دافع عن المدام بدون ما يدرى اللي ورا الاسئله. نهايته هتبقى ايه ان شاء الله؟ هو اولا حتى دافع بصيغه كمان مش لا في مصلحته ولا في مصلحه العلاقه، يعني هو كمان حتى الدفاع واضح ان هو فشل فيه. فالنتيجة طبعا انه في وقيعة ونظرة مختلفة هتبقى لهذا الشخص، للزوج ده، مش هتكلم على المدير، للزوج لزوجته. وطبعا العلاقة يعني هيبقى فيها توتر جامد، وممكن يعني خلاص هيبتدي بقى يروح للاتجاه اللي هي كانت عايزاه الزميلة دي. اذا لما يجي لك سؤال يخص الله، والله ده شخص مهم جدا في حياتنا، طبعا أبونا ورعينا وخالقنا، ما ناخدش سؤال مسلم بيه ونطرحه أو نفكر فيه أو حتى نفكر نرد عليه قبل ما نعرف إيه اللي ورا السؤال. فالسؤال ده بيقول الله خلق الإنسان بسابق علمه وهو يعرف إنه شرير، طب ليه خلقه؟ هجيب لك السؤال ده بطريقة مخففة عشان نقرب المعنى. يعني في موظف عندك في الشغل عمل حاجة مش كويسة، اتصرف بطريقة غلط مثلا، مد إيده على حاجة، فيجي حد يقول لك ايه؟ ما انت عارفه يا دكتوره ان الموظف اللي نقلتيه عندك كان في القسم اللي قبل كده عمل غلطه زي دي، نقلتيه ليه؟ هل هو السؤال ده سؤال عايز يتحرى اسباب ودوافع اختيارك للموظف الجديد، ولا قصده ايه من السؤال ده؟ لا، هو قصده بيستغلطني، انت ما خدتيش بالك وانت مش بتعرفي تختاري كويس. شعرتي بالحرج لما السؤال اتوجه لك، لكن لما السؤال بيتوجه لله ولا بنشعر بالحرج ولا حاجه ونستفهمه ايه؟ سؤال منطقي. مش سؤال منطقي، مش سؤال منطقي. أي سؤال لما حضرتك جبته عليا أنا الوضع اختلف تماما. فهمت إنه اللي سألني السؤال ده بيستغلطني وعايز يطلعني صغيرة، عايز يطلعني مش بعرف أختار الستاف بتاعي، عايز يطلعني إن أنا مش باخد بالي وخدت بالي، أو خدت بالي وطنشت وعملت نفس الغلطة تاني. بالظبط، يعني كل هذه المعاني كل ده حضرتك شعرتي بيها من وراء السؤال لما السؤال اصطدم بيكي. طب ليه لما الأسئلة دي تصطدم بحبيبنا وأبونا ورعينا
ما بنستشعرش برضو ما وراء السؤال ليه. يعني ليه احس بنفسي، او لو حد اتكلم عن ولادك هتشعري بنفسك، لو حد اتكلم عن جوزك هتقفي تدافعي، طب ليه لما يتكلم على ابوكي ما تشعروش نفس الشعور بان شخص ما من وراء، مش قصدي اللي بعت السؤال، عدو الخير اللي بيحاول يرمي الاسئله دي عندنا وعند الساده المشاهدين وعند ناس كتير، ليه ما استشعرناش ان في غرض شرير من ورا السؤال، مش مجرد سؤال منطقي وساذج وطبيعي، لا مش سؤال طبيعي. افكرك بقصه، اتفضل. هي بدايه الخيبه وسقوط الانسان جت من خلال ايه؟ من خلال الكذبة لا الأساسية الاول سؤال، حقا. احقا قال لكم الله لا احنا تاكلا من بنتكلم كل على شجر الصيغة. الجنه؟ ودي معنتها ايه؟ في طياتها بقى احنا فهمنا ان وراء، يعني ربنا يخلقني ويخلق فيا طبيعه اني اجوع وابقى عايز اكل ويحرمني من كل الاكل، يبقى ده اله بيحبني؟ يبقى ده اله واخد باله مني؟ يبقى ده اله يعني كميه التشكيك، يعني زي ما يجي حد مثلا يقول لك معقول يا دكتوره ايناس ابوك بكل ثروته دي ما يطلع لكيش كل شهر مبلغ وقدره تتمتعي بيه بحياتك؟ هل هي دي خايفه عليكي؟ اختك دي خايفه عليكي ولا عايزه تقع بينك وبين باباكي؟ لا، عايزة توقع طبعا. إذا هي نفس الريحة ونفس الطعم ونفس المعنى ونفس الأسلوب، اللي هو إزاي إني أنا أقدم شك في محبة الله أو في صلاح الله أو في رعاية الله أو في حكمة الله أو في إدارته للكون. أنا مش بقول كده عشان ما أردش، أنا هرد على السؤال كويس قوي، بس أنا قبل كده بقول إحنا عشان نكون حكماء لابد نكون مركزين ما وراء السؤال. فإذا تفتكري ما وراء هذا السؤال إيه؟ اللي بيسأله أخونا أو اللي وصل لأخونا جايز أو أيوة. اللي بعته عدو الخير لذهني أو لذهنك أو لذهن أي شخص. الله خلق الإنسان بسبق علمه وهيعرف إنه شرير، طب ليه خلقه؟ هو يعني في اتهام لله، يعني مش اتهام كده؟ لله بحاجات كتير ماشي. الحقيقة. بس يعني انا عايزة بس اشكر حضرتك الاول، لانه يعني المقدمة دي انا شايفة انها قد ايه مهمة، لانه زي ما قلت في بداية البرنامج هو السؤال وصل لنا كده عن طريق قناة الحرية، لكن احنا حتى يعني في فريق الاعداد لما جينا كنا بنشوف السؤال لقينا في اسئله كتير طلعت مشابهه، وكلها كده احنا بنفهم دلوقتي يعني زي ايه، زي ما يكون حد ادى حد خيط كده فابتدى يجري من غير ما ناخد بالنا الخيط ده مودينا على فين ولا اصله جاي من فين. فانا بشكر حضرتك جدا لانها يعني جرس انذار مهم قوي للاسئله زي ما حضرتك قلت بتطرح قدامنا جايز تعدي على النت والواحد يفكر صحيح ليه، بس لا محتاجين نفكر في الاول ايه اللي ورا السؤال. طيب هرجع لمثل الزوج والزوجة والزميلة بتاعة العمل اللي بتمتدحه وبتسيء لزوجته بأنها ما بتحسنش ربط الكرافات أو ما بتحسنش اختيار اللبس المناسب للزوج. تفتكر الزوج لو لم ينتبه إلى الخطة الممنهجة اللي بتتبعها الزميلة الخاطئة يعني المخطئة دي في حقه وفي حق زوجته، وابتدى ياخد الأسئلة دي بشكل سطحي ويجاوب عليه، تفتكري هل ده لصالحه قبل لصالح مراته قبل لصالح أي حد؟ لا مش لصالحه، لانه ده هيخلي نظرته لزوجته هتبتدي تبقى نظره مختلفه، انه حلو. لا حد مش بتهتم بيا زي ما حضرتك قلت في الاول، مع ايه ده في فرق اجتماعي وانا ما كنتش واخد بالي، وهندخل بقى في سلسله صعبه جدا. كان سعيد بمراته وفرحان بيها، بعد هذه المنهجة ابتدت مراته تبقى مش في عينيه مالية عينه ومفرحاه ومشبعاه، وابتدى يبص لها بصة مش كويسة، وبالتالي العلاقة دي ممكن تصل بالنهاية إلى ضرر على هذا الإنسان. مش بتكلم عن الزوجة الرائعة اللي في البيت دي، بتكلم عليه هو بس. طيب هل ناخد الأسئلة ونعديها ولا ننتبه أي سؤال يوجه شيء من الملامة أو ليه يا رب أو عمل ليه ربنا كده؟ لازم ننتبه إن وراه شيء ما، لأنه مش سؤال استفهامي لكن هو سؤال استنكاري، مش كده؟ سؤال يستنكر استنكاري. موقف الله. ده بس حتة مقدمة مهمة جدا، وبفكر السادة المشاهدين أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر؟ مش كل سؤال يجي لك منطقي تجري وراه حتى في حياتك العملية.
يعني انا المثل بتاع الزوج في الشغل او الزوجه برضو ممكن زميل يلمح يا سلام هو مش معقول ازاي مش مقدرك، ده انت كنز ماشي في الدنيا دي، ده انت ست الستات كلهم. هو مش بيمتدحني كده لغرض مخلص وكويس، مش كده؟ ام الست العاقله تقول هو بيقول كده ليه، والراجل العاقل يقول هو بيقول كده ليه. نصيحه عامه حتى بعيد عن الموضوع بتاعنا، من فضلك دايما اتعب تفكيرك وفكر ما وراء السؤال وليس فقط السؤال. نرجع لموضوعنا وما ننساش كلمة أحقر قال لكم الله لا تأكلها. نرجع للسؤال نفسه، السؤال نفسه فيه مغالطات. مغالطات؟ كتير. أول مغالطة فيه إيه؟ إنه قال إن الإنسان شرير. هو كل الناس أشرار؟ هو بقى القديسين بتوع العهد القديم من أول أبونا إبراهيم لغاية مثلا لو قلنا يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، كل دول أشرار؟ هو القديسين بتوع العهد الجديد 12 تلميذ و70 رسول و500 اخ افضل اكثرهم كان عايش لغايه ايام بولس الرسول، كل دول اشرار؟ والشهداء اللي بالالاف واللي بيقول مصر قدمت مليون شهيد، كل دول اشرار يا راجل؟ في مغالطه يعني جسيمه في السؤال. مين قال ان الانسان شرير؟ كل دول كانوا اشرار؟ ده اللي احنا شايفينه. تعال نشوف الكتاب المقدس يقول ايه كمان. ايه مهمه قوي تقول ايه؟ وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه. ربوه يعني 10,000، ربوات يعني مالتيبليكيشن اوف ذات، رقم كبير قوي. في اخر في سفر الرؤيا بعد هذا نظرت اذ جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه وقفون امام العرش وامام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل. لما الكتاب يقول لم يستطع احد ان يعده، نقول طب هو كان بيعرف يعد كام زي ما قلنا قبل كده؟ في سفر الرؤيا قال انا اعرف اعد رقمين، الوف الوف وربوات ربوات. الوف الوف يعني الف تايمز الف يعني مليون. ربوات يعني 10,000 مضروبه في 10,000 يعني 100 مليون. يبقى اذا العدد ده اكتر من مئات الملايين. كل دول اشرار؟ ايه يعني ايه المغالطه الكبيره في السؤال؟ مين قال كده؟ ده تاني أول نقطة. تاني مغالطة. هو بيقول أن الله خلق الإنسان شرير أو خلقه وعارف أنه شرير. الله لم يخلق الإنسان شرير. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. الله خلق الإنسان في قداسة كاملة وفي بر وفي تقوى. وبعض الناس اختارت أن تستمر في طريق البر وبعض الناس اختارت أن تسير في طريق الشر. تعالي شوف الآية دي بتقول إيه. انظر هذا وجدت فقط إن الله صنع الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. يبقى الله عمل الإنسان شرير ولا عمله مستقيم؟ لا هو كده ربنا خلق الإنسان، هو أكيد ما خلقهوش شرير، هو خلقه مستقيم. بالظبط. يبقى الله خلق الإنسان مستقيم وفي بعض الناس مشي في طريق الاستقامة والبر، يقول لك وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، وبعض الناس لقت لا أنا همشي في طريق معوج. يبقى لما نحكم على الإنسان الله خلق الإنسان وهيعرف بعلم السابق إنه شرير، أولا مش كل الناس أشرار، ثانيا خليقة الله ليست شريرة. عشان الناس بتقول لك طب ما آدم غلط، غلط بعد ما اختار بنفسه أن يخطئ برضه بنفس السذاجة اللي بهذا السؤال اللي يبدو سؤال منطقي أحقا قال لكم الله، وبالتالي الله لم يخلقه خاطئا أو شريرا أو بعيدا عنه. كان كل يوم يتقابل معه، كان كل يوم يمشي معاه الصبح زي ما بنفهم من سفر التكوين، وكان في علاقة طيبة معه. اختار الإنسان بكامل إرادته أن يبعد عن الله ويمشي في طريق الشر. هل دي مسؤولية الله ولا دي حرية الإنسان؟ لا دي حرية الإنسان. بس خليني أرجع، بما أنه حضرتك ذكرت موضوع آدم، أنا يعني اللي كنت يعني شوية فهمان من السؤال أنه أولا طبعا هو يعني معلش أنا أسفة هرجع في حاجه مهمه قوي يمكن حضرتك انا خدت بالي وحضرتك بتتكلم، انه احنا بنفكر في الاسئله او بتطرح قدامنا وبناخدها زي ما هي ونروح نفكر فيها. يعني الله خلق الانسان بسبب علمه ويعرف انه شرير، فاحنا خلاص اطلقنا كاننا اطلقنا حكم عام على الانسان انه شرير، في حين انه زي ما حضرتك وضحت مش دي الحقيقه ودي مغالطه. وممكن يكون كان قصد صاحب السؤال الجزء الثاني اللي حضرتك اتكلمت عنه، انه شرير بمعنى انه ارتكب الشر، بمعنى انه ادم اخطا ولما اخطا
خلاص صدر حكم عليه انه بقى شرير. بس هو اللي حضرتك قلته حاجة مختلفة، انه حتى لو كان آدم أخطأ، لكن في اللي بعده اختاروا ان هم يمشوا في سكة الله. يعني ما ينفعش، مش هينفع اصدر حكم عام. هل انا كده فاهمة صح؟ بالظبط. وإذا كان آدم أخطأ فتاب ورجع وأصبح ليه مكان في فردوس النعيم، لأن الله حقق له خطة خلاص، وإحنا عارفين الذبيحة اللي قدمها وألبسه من ثيابه، أقمصة من جلد. يعني لم يستسلم الله لخطأ الإنسان، بل وضع خطط كثيرة للخلاص تجسمت أخيرا في رب المجد يسوع وصليبه، ده هنشرحه بالتفصيل. فالأمر ما يتخذش بهذه، أنا آسف جدا، السذاجة في التفكير. الامر ما يتاخدش قفش كده، ادم غلط يبقى خلص. طب ما هو غلط وعملنا خطه خلاص والبسهم الثياب، وادم وبنيه القديسين اللي تبعه المسيح نقلهم الى فردوس النعيم، القصه ما انتهتش بان ادم اخطا. وبعدين مش كون ادم اخطا يبقى شرير، يعني امر برضو فيه مغالطه شديده، يعني كون ادم اخطا يبقى اصبح شرير؟ يعني هل نقدر لو حد غلط نقول له انت بقيت شرير خلاص؟ ولا إنسان بار وأخطأ، والكتاب المقدس بيقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فما نقدرش، يعني الأحكام الجزافية بتتسم بالسذاجة في التفكير. يعني أنا آسف جدا، تفكير بيبقى يعني مش تفكير ناضج. يعني يعني معقول حضرتك لو حضرتك مثلا بتشتغلي في مكان مهم وأخطأتي مرة تبقى أنت مجرمة في كل ما حدث ونطردك من الشركة أو من المؤسسة؟ في إيه يا جماعة؟ يبقى إذا آدم أخطأ والله تعامل مع خطأه وأعطاه خطة خلاص وأصبح في فردوس النعيم، هو ما نقدرش نطلق عليه شرير، مش كده ولا إيه؟ دي نقطة مهمة قوي، نقطة مهمة قوي، إنه على أي أساس أنا قلت إنه الإنسان ويعرف أنه شرير؟ يعني يعني بقول لك حضرتك يعني السؤال فيه مغالطة. تالت مغالطة إيه؟ في السؤال بيقول إن الله خالق، هو اللي خلق، وليعرف بعلمه السابق المستقبل. طب تعال نفكر في من يخلق ده، إمكانياته الذهنية إيه عشان يخلق الكون والمجرات والكواكب والنظام الشمسي الرهيب ووضع الأرض حوالين الشمس ودورانها ومدى درجات الحرارة والرطوبة والتوافق حوالين هذا الحدث، وإلا الإنسان لو بعدت شوية كده يموت من البرد، ولو قربت شوية كده يموت من الحر. الإنسان وتركيبته والخلايا والإعجاز العجيب في تكوين الإنسان بهذه القدرة وهذا الذكاء وهذا الإدراك وكل الخالق العظيم العبقري ده، فاتت عليه السؤال الساذج اللي حضرتك بتطرحه، أنا آسف. يعني يعني هل يتصور عاقل إن هذا الخالق البارئ العجيب المقدس القدوس الحكيم المدرك لكل شيء انها تعدي عليه الحته يا ملائكه خلق عدت علينا، شوف الانسان هيطلع شرير، خلقنا ليه؟ ايه الضحاله في التفكير دي؟ ايه الضحاله في التفكير دي؟ معقول؟ ويضاف بقى على ذلك ايه؟ لا وده عارف المستقبل. طب معلش هبعت لك سؤال، يعني ايه شخص يعرف ما حدث كله على الاف السنين وما سيحدث بعد الاف السنين؟ فهمهاني دي، انهي عقلية دي وانهي جبروت ده وانهي اعجاز وجودي ده؟ ليه؟ لان اللي بيحصل ده نتيجة حرية 8 مليون مليار بني ادم كل يوم ياخدوا قرار، وبالتالي الاحداث ونتائجها ده مش شيء آلة بتمشي فنقدر نتوقع ان بعد 5 سنين هتوصل في الحتة دي، مش سوليد بودي، مش جسم ميت. دي حرية حركة 8 مليون والاف من الارواح الشريرة وآلاف من الملائكة، وكل دول عندهم حرية حركة ليست بقليلة. والله يعرف مساحة ده بعد 1000 و2000 و3010، ونسل المرأة يسحق رأس الحي. إيه العقلية الكبارة دي؟ طب العقلية الكبارة دي فاتت عليها السؤال ده؟ يعني يعني علينا إن إحنا لا نتكبر، نتضع ونعرف حجمنا، وكون ربنا زي ما قلنا بيقربنا منه وبيحببنا فيه وبيتواضع بسمع كده انه صغير وقال لي، فمغالطه انه يبقى خالق ويعرف المستقبل وتعدي عليه سؤال يعني يتسم بالسذاجه والسطحيه الكبيره جدا. وهل استسلم الله لان في بعض الناس مشت في الخطيه؟ لا، بعت الانبياء وبعت الناموس وبعت موسى وبعت يوحنا المعمدان وجه هو بنفسه المبارك وبعت التلاميذ، لم يستسلم لهذا.
القضية أوسع بكتير من اختصارها في جملة غير مفيدة زي السؤال ده. طيب أنا فاهمة حضرتك، بس حضرتك لما جيت اتكلمت عن عظمة الله بكل جلاله وبكل مجده بالخالق البارئ اللي مفيش زيه يعني، فالواحد حس نفسه هو فعلا هو ايه، ازاي انا افكر كده؟ بس انا مش عارفه هل احنا بنقع في فخ اني انا اسفه، معلش اسفه يا باشمهندس، هل انا بحط نفسي مثلا في المشهد فبقول انا ما كنتش هعمل كده مثلا، فده اللي بيوقعنا يعني؟ ما ده حاجه تضحك قوي. ايوه، ما انا عايزه افهم بجد، انا عايزه افهم يعني ازاي بعد كلام حضرتك ده ازاي احنا بيضحك علينا انه نقبل هذه الاسئله؟ ولو انا احط في نفسي في مكان الله كنا هلكنا على فكره. لو اي انسان كان ملاك الله مكان الله كان زمان احنا كلنا هلكنا، وكان الكون ده اتدمر. ما انت يعني ما تاخذنيش بعقليتك دي، ما تنفعش تبقى مكان ملاك مش مكان ربنا. ايوه، طب لان انا في حساسه ضيق حضرتك، افق. انا عايزه اخد برضو، انا عايزه افهم احنا الوقعه دي بتيجي من فين. بس احنا معانا اتصال، معانا استاذه نهال من انجلترا. الو الو، اتفضلي، اهلا بيكي، اهلا بيكي. وبشمهندس الفريد، الحقيقه انا معجبه جدا بالبرنامج ده، لكن اول مره ادخل بمداخله، وعاجبني جدا جدا موضوع النهارده، لانه للاسف بيوقع ناس كتير في ربنا، وياما بنسمع ان الله ده ليه ناس وليه خيار وفقوس انجاز التعبير، والقضيه المختارين ان هي وقعت ناس. فبشكر الله جدا من اجل كل كلمه درستونا بيها، خاصه الامثله العمليه البسيطه اللي درستها لنا يا اخ الفريد. وطبعا انا متفقه مع حضراتكم ان الله ليس عنده محاباه ولا تمييز، فالله بيحبنا جميعا بالتساوي ودون تفرقه، ولازم نعرف انه محبته ثابته، بمعنى انه مفيش حاجه وحشه بعملها هتخليه يحبني اقل، ولا حتى في حاجه حلوه ممكن اعملها هتخليه يحبني اكثر. لا، الله ثابت في محبته، وكمان محبته لكل البشر منذ الازل وستظل ثابته ولا تتغير الى الابد. ويا بخت بقى اللي هيقبل هذا الحب. وهنا هوقف علشان عايزه استفيد بوجود الباشمهندس الفريد واساله سؤال جوهري. لو قلنا يا باشمهندس انه الله بيحترم حريه الانسان، وهو لا يمكن ان يجبر نفسه على احد، لكن بيقدم محبته للجميع، لكن للاسف زي ما في ناس بتقبل هذه المحبه وبتقدرها وبتفعلها كمان في حياتها، لكن في ناس ثانيه بترفض هذه المحبه المقدمه. وطبعا انا بتكلم عن عنوان محبه الله لينا وهي الصليب. فانا بعرف ان مشاهدينا مش بس مسيحيين لكن من الديانات الاخرى، فلو فرض وحد بيشاهدنا النهارده ورفض هذه المحبه وداس دم الصليب، هل يوجد عليه خطوره في الاخره او في الابديه بلغه المسيحيه؟ ولو كان في خطر ازاي عمليا يقدر يستفيد من هذه الدعوه؟ وارجو التوضيح والرب يبارك. شكرا، شكرا على مداخلتك، شكرا على تشجيعك لينا، وربنا يباركك جدا. هو الحقيقة مش فاهمة قوي السؤال يعني. هي الأخت، أولا طبعا احنا بنشكرها على كل تشجيعها للبرنامج، لكن يعني هي سؤالها عموما إنه لو حد رفض رسالة أو رفض الحب المتقدم من الله، وخاصة اللي بان في الصليب، فلو رفضوا هل ده ليه تأثير عليه وعلى أبديته، وإزاي نساعده انه يقبل؟ على قد ما انا فهمت، هل حضرتك فهمت اللي انا فهمته؟ الحقيقه الصوت برضه ما كانش واضح، فانا ما ميزتش السؤال كويس. تمام، هل في الكنترول ممكن يكون سمعوا معانا؟ هل ده كان اقدر اجاوب؟ ده كان السؤال. اجاوب باختصار طبعا بره موضوع الحلقه. الله لديه خطط لخلاص الانسان كثيره ومتنوعه. بل نقدر نقول لكل إنسان على وجه الأرض من 8 مليار بني آدم له خطة لدى الله. لكل البلد خطة تتسم بالحب والقبول وتقدير حيثيات ما حوله والضغوط التي تأتي عليه ووضعه وخلفياته وأسرته ووضعه الاجتماعي والنفسي والشخصي. الله ما عندوش يعني فورمة تصلح لجميع الناس، يتعامل بمنتهى الشفقة
الحنيه والاستيعاب الغير محدود لكل انسان على حده، وبالتالي شيء مطمئن لنا جدا ان تعاملات الله ليست فورم على كل الناس ان تفعل، بس لو ندي فرصه ان الله يساعدنا على ازاي نتخطى التحديات اللي بتعترض طريقنا، كل واحد فينا سيجد ان له خطه خلاص خاصه به، مركزها المسيح ومركزها من النقطه الثانيه الانسان. يعني نقطه اولى الانسان بكل احداثه التي تؤخذ جيدا جدا في الاعتبار، وموقف الله في الجانب الاخر. من خلال الموازنه دي نستطيع ان نطمئن جدا، لان تعاملات الله متباينه جدا. يعني يذهب الى السامريه سيرا على الاقدام، يستوعبها بكل استيعاب ويشجعها بكل تشجيع ويعطيها املا غير محدود، وينقلها الى مصاف القديسين ان الذين الله طالب هؤلاء الذين يطلبونه بالروح وبالحق، وهي مرتبه عليا جدا. وفي نفس الوقت يذهب الى نيقوديموس ويتعاتب معه، هل انت معلم اسرائيل ولا تعرف هذا؟ وبالتالي نرى في التعاملات المتباينه شيء مشجع جدا. It's not a form. هي مش زي ما احنا احيانا احنا احيانا بنقدم المسيح انه اسطمبه، واحد اتنين تلاته اربعه، ومش اسطمبه، هو اله حي يريد ان يتجاوب مع الانسان فيعطيه كل ما لديه. ودي فرصه طيبه لكل حد بيسمعني، من فضلك الله عامل لك انت خطه بتاعتك انت، مش خطه عامه، خطه مكتوب عليها اسمك الخاص بيك. اوعى تفتكر هيحاسبك زي اخوك او هيعاتبك زي ابن عمك، لا لا، هو مقدر كل ظروفك، مقدر كل احوالك، مقدر حتى الضغوط اللي مريت بيها والشيء الصعب اللي جه في حياتك، ويستطيع رغم كل هذه الضغوط ان ينقل اليك محبته وسلامه وفرحه. ودي عطيه الهيه بيهبها الانسان الله للانسان كعربون للحياه الابديه. فما تقفلش نفسك على فكره أو أسلوب أو سيستم، لكن هو مش سيستم، هو إله حي. عشان كده المسيحية ليست في معناها الأصيل ديانة فقط، ولكن هي مسيح، هي شخص، هي مش اليهودية مثلا، فاهمة؟ لكن هي المسيح، فهي علاقة شخصية مع إله فيها طرفين، أنا والله. وده شيء مشجع ومفرح ومطمئن للجميع. امين. طيب خليني ارجع بقى معلش للسذاجه اللي انا بقى كنت بتكلم فيها. انا بقول انا بحاول ادور مع حضرتك احنا ليه بنقبل الاسئله دي؟ يعني ازاي؟ اصل حضرتك لما اتكلمت عن عظمه الله قلت طب بجد، طب هو ازاي؟ ازاي انا بقف قدام سؤال زي ده؟ ساعات اقول اه بقى انا هدور وهطلع اجابات وحاجات من غير ما افكر ان ازاي اصلا انا قبلت السؤال. بالظبط. انا ارى ان الجزء الخطير في الموضوع ان معرفتنا بالله تحتاج الى تطوير، فلا نكون بنعرف عنه بل بنعرفه. لا نعرف عنه ولكن نعرف. فمعرفتنا ليه واستحضار الصوره اللي انا قلتها دي بشكل دائم هتيقظنا. وانت اول ما شفت الصوره دي تيقظتي. طب لو الصوره دي ثابته في ذهنك باستمرار، خلاص اي كلمه هتيجي هتبص لها كده زي ما بيقول الكتاب، احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنه اسرائيل. ليه؟ لانك انت بالنسبه لها شيء لا شيء، ابليس وجنوده بالنسبه لابناء الله لا شيء، وخططهم وحربهم. طول ما في صوره الله ظاهره في ذهني ومستعلنه استعجب، ازاي تقول الكلام ده؟ أجيب مثل برضو للتقريب عشان السؤال ده. يعني مرة سمعت من أحد الأبناء المتمردين على أبوهم كلمة وجعتني، بيقول لأبوه إيه؟ يا بابا طالما ما عش عارفين تصرفوا علينا وجيبوا لنا طلباتنا خلفتونا ليه؟ دي جملة حضرتك بتقولها، يعني هي طبعا للأسف يعني أنا سمعتها كذا مرة. الله خلق الإنسان بسبب علمه وهو يعرف أنه شر، طب خلقه ليه؟ بس شايفة الروح، يعني هو طبعا مش خايف على أبوه. لا لا لا، هو متضايق، هو متضايق من إحساس، ما يعني كأنه هو اتهام واضح للأب أنه مقصر وأنه مش قد المسؤولية اللي هو حط نفسه فيها. خليني بقى نبص للسؤال من وجهة النظر النقدية، يعني نشوف نقد للسؤال. السؤال ضيق الأفق جدا. ليه؟ لأن أي إنسان مثقف
وحكيم يعرف ان مفيش إذن بتتبني على بما ان، بس انت عارفه في الهندسه بما ان إذن معادلات معادلات، وبيقولوا لما تبقى مساله صعبه لازم بما ان وبما ان وبما ان إذن. هشرح. يعني مفيش قرار يقدر الانسان يصل اليه تحت بند زاويه واحده ابص له من زاويه واحده، لازم اي قرار حتى باخده بشكل تلقائي ببص له من عده زوايا. ابسط مثل حضرتك قلت للاستاذ اسامه الضيوف جايين عندنا واكتشفت ان ما عنديش طماطم في الثلاجه، الحق جيب لي طماطم بسرعه يا اسامه. اسامه لبس ونزل وقت محدود وراح عند الراجل الخضري، لقى الطماطم اللي عنده مش قد كده وسعرها وحش، هيعمل ايه؟ لو رجع لك غير طماطم جايز يعني تبقى الظروف مش قد كده يعني. فهو بيقول ايه؟ شوف بقى كم بما ان، بما ان الضيوف جايين على طول، وبما ان انه غالي هاجي على نفسي، وبما انه مش قد كده هقعد انقي. والوقت ضيق فانا خلاص مضطر اشتري. ثلاثه بما ان عشان نجيب كيلو قوطه. الراجل محط واحد بما ان عشان الخليقه تتكون ولا ما تتكونش. انا عارف افكر ازاي. ابسط يعني الامور تحتاج الى بما ان وبما، يعني مثلا بما ان الانسان ممكن يخطئ، وبما ان في ابرار هيبقى لهم مكان في ملكوت السماوات، بما ان ربنا عنده خطه خلاص، بما ان الله بيحب الانسان، ده انا لازم اقول 50 بما ان عشان اتكلم على الخليقه، لكن بما ان واحده واوصل ليها الاذن انا قادر افف. يعني تاني هو كانه جاء العدو وحط زي حط كشاف كده على نقطه واحده وخلاني ابص عليها بس النقطه دي. ودي تاني طريقه نفسي نتمرن عليها، ان لا يصلح اني اخد كونكلوجن او قرار بما ان بس، لازم بما ان كذا وكذا وكذا، اللي هي بكثره المشيرين، لازم اشوف الموضوع من عده زوايا عشان اخد عليه قرار. ده انت لو بتيجي تعدي الشارع بتفكري بالطريقه دي، انا مستعجله مش عايز الشغل بقي لي 5 دقائق ويعملوا له جزا والشارع زحمه. طب لو ما فيش جيزه هستنى لغايه ما الشارع يفتح. طب لو في زحمه مش هغامر قوي بس هغامر شويه عشان اعدي. فكذا بما ان عشان توصلي الاذن تعدي الشارع. فخليك طلها تطلعها بما ان واحده. طب اجيب لك مثلا اب ابنه مش شاطر قوي في المذاكره وعدى الثانويه العامه بصعوبه وقرر يدخله الجامعه وجامعه خاصه ويجي على نفسه. فيجي واحد يقول له يا راجل هو الواد فلح في ثانويه عامه اما تدخله الجامعه؟ يقول له انا من محبتي بعمل كده وان شاء الله هيسقط وهعيد له السنه مره واتنين اصل انا بحبه هو غالي علي. شوفي الكونكلوجن جاي ازاي. انا بحبه اتمنى له النجاح، هقف جنبه، هساعده، هدي له فرصه. ده الله بيفكر كده. لكن هي بما ان واحده حضرتك تحطها، ان الله خالق عارف انه هيبقى شرير، طب ليه خلقه بما ان واحده؟ أنا قادر أوصل الفكرة؟ أيوه فاهمة حضرتك. يعني هي يعني وصلت لنا قد إيه أنا ممكن أكون ببص من زاوية واحدة وزاوية ضيقة كمان، يا ريت زاوية واسعة. هي زاوية ضيقة بس اتحصرت فيها فخلاص بقت هي دي بالنسبة لي الدنيا كلها. بالظبط. عشان كده دي حاجة في الموضوع ده وبشكل عام لينا. ما ينفعش لما تاخد قرار تبص له من زاوية واحدة. قاعد مع مراتك وبتاخد قرار. ابنك هيدخل الجامعه دي مثلا وجاء الكليه دي او الدراسه دي والدراسه، نشوف مستواه وتعليمه وامنياته ورغباته واصحابه فين ووضعه ايه. 50 بما ان ولا هي بما ان واحده وخلاص؟ هو دي تبقى قرارات اصلا مدروسه؟ لا حاسه قوي مع حضرتك دلوقتي قد ايه احنا يعني انا اسفه بس سطحنا الدنيا. يعني بقت مسطحه قوي، بقت سطحيه الى حد كبير، انه اخذت فاكتور واحد، اخذت عامل واحد وبنيت عليه كل اسئلتي وحرت وكأنها بقت حيره وبقت قضيه وبقت حاجه يعني محتاجه انه الكل يفكر معايا فيها. يعني مثلا الكتاب يتكلم في الموضوع دي نصيحه عامه على فكره مش كده بس، بيقول مقاصد 4 مرات يتكلم على المشوره. مقاصد بغير مشوره تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. ده مين بيتكلم؟ ده سليمان الحكيم مش حضرتك وانا. سليمان الحكيم يحتاج الى مشيرين. يعني ايه مشيرين؟ يعني بيبقى حواليه وهو واقف واحد رئيس الجند وهم هياخدوا قرار معركة، يقول يا فندم
احنا الجيش بتاعنا كويس قوي قوي وما تخافش علينا. واحد تاني راجل بتاع السياسه يقول احنا علاقتنا كويسه مع الدول اللي حوالينا، لما نحارب مش هيقفوا ضدنا، على الاقل هيقفوا معانا. واحد تاني بتاع موارد ماديه يقول ما تخافش يا جلاله الملك، لو ابتدينا الحرب في امكانيات ماديه وفي اكل وشرب للجنود هنقدر نوفرهم. 20 مشير عشان ياخد قرار. كل واحد بيعمل ايه؟ بيقول من زاويته ايه رايه في الموضوع. ده مين؟ ده سليمان الحكيم. كثره المشيرين تقوم، يكررها تاني، حيث لا تدبير يسقط الشعب، اما الخلاص فبكثره المشيرين. ثالث، لانه بالتدابير تعمل حربك، والخلاص بكثره المشيرين. رابع، المقاصد تثبت بالمشوره وبالتدابير اعمل حرب. في ايه؟ عايزين نكون حكماء، مش بس في الموضوع ده على فكره. أيوة. عايزين ربي يوهبنا حكمه. والحكمه تقول ايه؟ اني ابص الموضوع من زوايا متعدده عشان اقدر اشوفه بشكل حقيقي واتخذ قرار سليم. حتى رب المجد يسوع قال لك لو في حد ملك جاي عليه جنود ب 20,000 ومعه 10,000 يعمل ايه؟ واي ملك اذا ذهب لمقاتله ملك اخر في حرب لا يجلس اولا ويتشاور؟ هل يستطيع أن يلاقب 10,000 الذي يأتي ب20؟ مش هقدر. طب أبعت وأعمل صلح. يعني إيه المشورة؟ يعني في وجهة نظري أنك أنت ترى الموضوع من عدة زوايا. ومفيش مانع تسأل متخصصين إذا كان موضوع مهم، وتشوف رأي ده إيه ورأي ده إيه، وتجمع الأراء، وبناء على مجموع الأراء تتخذ قرار. بس زاوية واحدة، بما أن واحدة مش اتنين حتى، يعني حاجة حاجه يعني عجيبه شويه. بس قفش يعني كده، دي يعني دايما في الخدمه بسميها اسئله القفش. بما ان طب ربنا لما بيحبنا ساب ليه ابليس يحارب؟ بس كده خلاص انتهينا، هو اتقفشت الحكايه على كده. وخلي بالك لو انت ما انتبهتش الى الفكره الاولى، ما هي ما وراء الاسئله، والفكره الثانيه ان ما تسمحش ان حد يأيدك بفكره منغلقه ساذجه وضعيفه وبلا زوايا، هيصطادك. يعني فاهمه ازاي؟ هيبتدي المدير ده لو لقي ان السكرتيره او المساعده او زميلته او اللي كانت معاه في الشغل او ده مديرها بتتملقه، لو قبل اول سؤال عن المدام هيجي التاني وهيجي التالت. عشان كده دايما اللي بيسال الاسئله دي بيقول له خلي بالك ده مش اول سؤال هيجي لك. لو قبلته وعجبك، عدو الخير عنده خزنه من الاسئله الساذجه والتافهة والسطحية اللي ممكن يلقمك بيها. على شعار الكرافتة واللبس والأكل والسندوتشات، كل واحد في دنيته. فيبقى فكرتين كبار لازم نفكر فيهم، ما وراء السؤال. تاني، حيثيات السؤال لابد أن تكون بحكمة، والحكمة تحتاج أني أبص الموضوع من 20 زاوية عشان أخد قرار، مش من زاوية واحدة. إنسان عارف أنه يغلط، طب خلقه ليه؟ طب إيه؟ بس كده، بس كده، مفيش حاجة تانية. تمام. طيب، هو الحقيقه يعني النقط دي كلها مهمه قوي، حاساها انها يعني ميقظه ومنبهه لينا احنا كمان، يعني ان الواحد فعلا اي سؤال يخطر على باله يكون بيتكلم، يعني بيفكر فيه بالامرين دول. اول حاجه ايه اللي ورا السؤال، الحاجه الثانيه انه ما اخدوش على علاته، لكن اوسع الدايره. مش هينفع انه ابقى ببص من زاويه واحده ضيقه قوي كده. بالظبط. يعني مثلا احنا بصينا من زاويه الاشرار، طب ماذا عن الابرار؟ مش من حقهم يدخلوا؟ طب ماذا عن الصديقين؟ ماذا عن النساك؟ ماذا عن الشهداء؟ بلاش يدخلوا كلهم دول عشان حضرتك بصيت ان انسان شرير وكل دول مش مفروض نبص لهم ولا ناخدهم في الاعتبار ولا نراعيهم في الوجود. ايه السطحيه دي؟ هو ما فيش في الدنيا غير النظر دي بس، ما فيش ناس تانية، ما فيش حاجة. طب ماذا عن خطة الله؟ طب ماذا عن الخلاص؟ طب ماذا عن الصليب؟ طب ماذا عن التجسد؟ كل ده مش موجود. تك تك هوب اقفل، يلا اللي بعده اللي بعده. طب ما خلاص، ما انت كده فتحت الباب للأنسة دي اللي هتفضل تلقمك أسئلة ورا بعض. والغرض مش غرض جيد يعني. تمام. هنقل لنقطة بقى مهمة. من خلال خدمتي سمعت أسئلة زي دي، بقى لي 50 سنة بسمع أسئلة زي دي وخلافة. أحيان كتير لما بقعد مع الشخص صاحب السؤال ده بلاحظ إن شوية عدو الخير بيحارب باليأس.
خليني افهم مع حضرتك اكتر، لان انا برضو كنت بفكر في حاجه مشابهه، بس خليني افهم من حضرتك يعني الاول. يعني الواحد لما يبقى يأسان من حياته الأبدية وحاسس إن هو مثلا حاول كتير يعيش مع ربنا وما قدرش، فبيحس إن الدنيا ضلمة في ذهنه، فبيبتدي عدو الخير بقى يحارب. طب ليه؟ طب ما ربنا عارف إنسان هيغلط، طب مش عارف إيه، طب إيه، عشان يستسلم الإنسان لليأس أكتر وأكتر ويشوف الصورة الضبابية ومظلمة وتضره في انه ياخد امل جديد، هو عايز يكمل اليأس اللي جاي عليه. واليأس بيبقى ناشئ من اني ما قدرتش احقق الوصية، ما قدرتش امشي زي ما انا بتمنى، بدي عود لربنا وبرجع فيها، بحاول اعيش صح وما بقدرش، فبتيأس. فتعالى فبتيأس، بقى خد، فبيبقى ساعتها التفكير انه طب هو انا ليه اتخلقت؟ انا كان مصلحتي ان انا ما اتخلقش اصلا. بالظبط يعني لو انا هكون عايش مش عارف ارضي الله، مش عارف اعيش الوصيه، مش عارف، مش ضامن مكاني في الابديه، طب انا كان احسن لي ما اتخلقش، انا ربنا خلقني ليه؟ بالظبط. وبعدين العالم موضوع في الشرير، والواحد كل الناس حواليه شر، طب انا ازاي هبتدي اعيش حياة كويسة وانا اللي حواليا دول كلهم في الوضع والعالم موضوع في الشرير، فبيبقى فيه يأس. عشان كده انا هبعت رسالة مشجعة واقول خلينا نهتم بخلاص نفسنا اكتر. بس خليني اسألك سؤال، هو لو في طفل اتولد قبل السن بتاعه، قبل ما يكمل 36 شهر او 9 اشهر، بيعملوا له ايه؟ بيحطوه في الحضانة. بيحطوه في الحضانة. طب لو الطفل ده اتولد في منطقة فيها نسبة جراثيم وتلوث كبيرة، يبقى لازم يحطوه فين؟ في طبعا. الحضانة عشان تحميه من ايه؟ لا، ده من كل حاجة، هو هيبقى اصلا مناعته ضعيفة، فهو محتاج حماية كاملة. بالظبط. يعني الحضانة دي بتعمل ايه برضو؟ فريق العمل ممكن يجيب لنا صورة الحضانة كده. الحضانة دي بتبقى مكونة كده، فيها بيبي جميل أمور بيبص لنا أهو، والحضانة دي ممكن حضرتك تشرح لنا شوية عنها؟ بتبقى بيتهيألي منظمين الحرارة الحرارة طبعا والرطوبة متنظمة ومعقمة ومعقم. وفيها كل الاستعدادات لأي حاجة، حسب بقى أي حاجة هيحتاجها الطفل هتبقى موجودة متاحة. يعني بره حر هو مش شايف حر، لا لا بره برد هو مش عارف، الراجل لابس صيفي هو مبسوط وجميل ومش حاسس بحاجه. طيب حتى بيظبطوا درجات الضوء اذا كانت زياده بيظبطوها. انا بقرا من اللعبة ايوه بيقول لك وهي مصممه لحمايه الطفل الرضيع من الجراثيم والضوء والصوت وخلافه، وتوزيع درجه الحراره ايضا والتحكم فيها والتحكم في الرطوبه والحمايه من الجراثيم والعدوى بكل طرقها طبعا. وكل إمكانياتها. إيه رأيك الحضانة دي مش ممكن تكون رمز الحاجة الله صنعها لينا، عشان عارف إن الإنسان هيتولد في أرض الشقة مش في جنة عدن؟ مش عارفة هو يعني فين يا باشمهندس، فين ممكن نلاقي حاجة زي كده في وسط عالم صعب زي اللي احنا فيه؟ طب ايه رأيك في الآية اللي بتقول البسوا الرب يسوع المسيح؟ البسوا الرب يسوع المسيح. اهو شايف الجميل الامور ده، مش حاسس بحاجة في الدنيا، باشا قاعد مبسوط جاهز، احنا بره بنكح ومش دعوة، نعطس ملناش دعوة، يجرالنا ايه ملناش دعوة. والحضانة دي لما اكون في المسيح يسوع خليقة جديدة، ايه رأيك ما يكونش ده خطة الله للإنسان لما يقول ان اما نحن هنكون في المسيح يسوع فسنكون خليقة جديدة؟ ايه رأيك في الفكرة دي؟ تعال احكي لك شوية عن الحضانة شوية. يعني بيقول ايه؟ فتقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. خلص ان ندخل في المسيح يسوع، انا جوه الحضانة شايف الفتحات دي عشان يأكلوه اكل، او هيدوله اي نوع من التطعيمات، او هيدوله نوع من الوقايه او اي علاجيات هنفتح ونقدم. يقول له ايه كمان؟ لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح في الحضانه سيحيا الجميع. لو الطفل اللي اتولد قبل ميعاده في منطقه موبوءه هيعيش ولا هيموت؟ غالبا هيموت. لو مفيش حماية ليه، هو مناعته قليلة طبعا. مش كده؟ واحنا اغلبنا مناعتنا قليله، واحنا لا، قبلنا هو كمان لو مولودين بريماتشور، ناقصين لو يعني. هو لو هو مولود قبل ميعاده طبعا بيبقى الدنيا اصعب بكتير. لانه كما في ادم بره الحضانه يموت الجميع،
في المسيح سيحيى في المحضانة سيحيى المسيح. يقول لك سلام الله الذي يفك كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. الله جو مظبوط، حرارة مظبوطة، رطوبة مظبوطة، يعني بره شتا صيف ومش دعوة، هو الجو قاعد باشا، قاعد كده بالأندر وير بتاعه أيوة. مبسوط وأمور وسعيد، أنا مبسوط بإن شكله فرحان وحاسس إن ده أمل. طيب أيوة. تفتكر لو إحنا هنبقى في الحضانة دي مفروض نقعد فيها قد إيه؟ نقعد فيها قد ايه؟ لا ده الحد ده على طول بقى، مش دي كده معلش دي مش هينفع نخرج منها، خلينا نكمل براحة لغاية ما الرب يسوع براحة، ينادي الدنيا علينا. صعبة قوي. ايوه مش كده؟ براحة صعب. اذا بره صعب وجوه معقول، اذا بره مستحيل وجوه مش مستحيل، اذا بره مفيش امل وجوه في امل، اذا بره فعلا في يأس لكن جوه في رجاء وفي امل. يمكن انا وانت او اغلبنا مرينا في وقت حاولنا نعيش صح بس بره المسيح وما قدرناش، لكن اول ما اكتشفنا وانتبهنا ان هو اللي بيقوم بالخلاص، هو اللي بيقوم بالفداء، هو اللي بيدخلنا فيه ويحمينا قصاد كل التأثيرات الخارجية، ودخلنا في المسيح عرفنا ان ممكن نعيش ونتغير ونبقى افضل ونبقى احسن. خليني اقول لك اختبار بسرعة كده، قالوا حد من الخدام طبيب بيقول كان عندي يأس جامد في أبديتي لأني حاولت كتير أبطل خطية والغلط، وكل موعد ربنا وأصمم ما أقدرش وأفشل، كان جوايا رفض الخطية بس مش قادر، كنت عايز أمشي مع ربنا صح بس مش قادر، كنت بدي وعود بس مش بقدر أعملها، لغاية ما حد قال لي كلمة مكتوب في الكتاب المقدس الله هو العامل فيك أن تريد وأن تعمل. قال لي الكلمة اللي كنتش مقتنع بيها، أنا المفروض أعمل وأنا المفروض أتصرف، لكن من كتر يأسي فكرت فيها ورحت صليت، قلت له يا رب انا فشل لكن انت تنجح، انا ما قدرتش لكن انت تقدر، انا النهارده بسلمك حياتي تملك وتحكم وتخلص، عايز اكون في المسيح وخليقه جديد. بيقول صدقني، وهي كانت الكلمه، كل اللي ما عرفتش ابطله ابتديت ابطله واحده ورا واحده، وكان في حد ماسك ايدي وبيعديني، وكان حد واقف جنبي وبياكلني ويشربني ويعتني بيا، اللي ما فلحتش فيه طول عمري فلحت فيه لما سلمت الامر وحطيت حياتي بين ايدي. واللي حصل ان اخونا ده دخل الحضانه واكتشف ان جوه الحضانه ياكل ويشرب وينمو ويكبر، ما فيش الجراثيم، ما فيش البلاوي، ما فيش الحراره، ما فيش الرطوبه، ما فيش اي حاجه ممكن تاثر عليه. مجد لينا كلمه في المسيح زي ما قلنا قبل كده، مجد خساره ان احنا نفقده. أنا ممكن أكون يأست وممكن ناس كتير يأست عشان ما دخلتش في المسيح فشافت الصورة يائسة. طيب يعني أخونا ده بيقول إنه كانت البداية بعد فترة يعني يأس من إنه أحاول أرضي الله أو أرضي ربنا بدراعي أو إن أنا أعيش مظبوط وأعيش الوصايا، كانت البداية بآية حد قالها له اللي هي الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسار. فخليني أسأل حضرتك، بتوضح بتكشف لنا السكة والطريق صح. إن في المسيح هو قال كده، إزاي أنا يا رب إزاي بسلمك حياتي وأنا يا رب النهاردة هكون في المسيح، ومكتوب إن كنا في المسيح فإحنا خليقة جديدة، وبالتالي الله خد الكلام ده بمنتهى التصديق والثقة وقام بيه. يعني ده قرار انا باخده انه يا رب انا مش عايزه اكون في نفسي، انا عايزه اكون في المسيح. بالظبط، انا مش قادر اكون في نفسي، ما احنا فشلنا واحنا كلنا جربنا كده، عشان كده الكتاب يقول ايه؟ قال انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر قد سلحكم الله الان في جسم بشريته، جوه جسم بشريته جوه الحضانه بالموت، وكمان مات بينا عشان احنا ما نموتش، ليحضركم قديسين وبلا لوم وشكوى امامه. ايه مميزات الحضانه دي؟ ان ممكن البيبي جوه يبقى عامل حاجه مش كويسه بس محدش هيشمها، وممكن تبقى ريحته مش قد كده بس محدش هياخد باله، ممكن يبقاش نظيف، الحضانه نظيفه. يعني احنا مميزات ان احنا نبقى في المسيح كمان ان احنا لما نتراءى امام الاب هيشوفنا كأن احنا في المسيح نضاف وبنلمع ومتطهرين وزي الفل، وجهاز جوه لسه فيه تنظيف بيشتغل فينا. ابونا تدوس يعقوب بيقول على الايه دي، اذ احضرنا اليه الى الله يعني كاعضاء في جسمه في جسده حملنا سماته، وكأن صفات المسيح احنا اللي حملناها، فصرنا به قديسين وبلا لوم.
لنا حق الوجود أمام العرش الإلهي دون قيام شكوى علينا. الله، دي حاجة الواحد كان بيحلم بيها. أنا الخاطئ أقرب منك إزاي؟ أنا الضعيف أقرب منك إزاي؟ أنا الشرير، أنا حتى أقصى الشر، أقصى الشرير. أنا جاية، أنا برجع بس بسرعة للسؤال، حتى لو كنت أنا الشرير. اتفضل. حتى بص مبتسم إزاي يعني، بص حبيبي الصغنن فرحان وكده مبسوط، حتى أمام بابا الآب أصبح لي حضور وقدوم أمام. هقول لك اختبار أخير كده أثر فيا شوية. يعني خادمة بتقول أنا الاختبار ده مريت بيه وأنا صغيرة، أنا كنت لسه بنت صغيرة. وصلت فيه للحظة يأس شديدة، مفيش فايدة. مهما حاولت أتغير هفضل كده، لا وكمان برجع في الخطوات اللي باخدها. وصلت للحظة مرار فقررت فيها الانتحار. بس ما كنتش عارفة ده يحصل إزاي. صليت قلت ربنا أنا مش عايز أكون بنتحر ومش هدخل السماء. أصل لو أنا شاك في أبديتي الانتحار هيأكد عدم دخولي الأبدية. بس أنا مفقود فيا الأمل، فشوف حد تاني تتعب معاه أكيد هيجيب نتيجة أحسن مني. العجيب وأنا بصلي كده كأن في صوت اتردد جوايا، وكان الصوت واضح وحاسم وقاطع وفي نفس الوقت حنون جدا. الصوت بيقول أنا اخترتك. اتفاجئت ورديت قلت له غير اختيارك، مفيش مني أمل. قال لي أنا بحبك واخترتك. ليه الدموع بتنزل وأنا بسمعه بيكررها تاني جوه قلبي، بحبك واخترتك، بحبك واخترتك. طبعا الكلام ده موجود في الكتاب المقدس عالمين. أيوة. أيها الإخوة المحبوبين أن الله اختياركم. الكلمات كان ليها وقع عليا مختلف. كلمات كلمة بحبك أكنها أسست جوايا واتحفرت بعد ما كنت شايفة أنه سهل الله يستغنى عني أو يبدل اختياره أو يشوف حد تاني. تيقن جواه حبه، هو بيحبني أنا مش هيرجع في اختياره، هو عاوزني. أخذت قرار أني أنا كمان عايزاه حتى لو ما فيش فيا أي أمل. فأنا هعيش للي حبني واختارني. وأنا مش فيا أي أمل ولا في ظروفي، لكن أملي أنه هو موجود وأنه بيحبني واختارني، وكل يوم بيأكد لي أنه اختارني. لي أمل في دخول السماء معاه لأني هكون في المسيح يسوع خليقة جديدة. قلت له أنا كمان بختارك وبسلمك حياتي وهمشي السكة معاك، إيدي في إيدك، أنت الضامن لحياتي وأبديتي لأنها تكمل معاك، لأني هكون مستخبية في المسيح. ومن ساعتها حياتي اتغيرت للأفضل، كل يوم حاجات سلبية بتقل وبتنتهي، وفضائل حلوة ابتدت تتكون جوا في حياتي معرفش إزاي. أنا الحقيقة بشكره شكر عمري كله لأني ما استحقش حاجة، وهو اللي اختارني لأني ليه المجد والكرم. لغة سن صغير بس فيها الصدق وفيها الأمان وفيها معنى أن اختياره وراء حبه مش اختياره وخلاص. مش كده بشجع كل واحد بيجيله الأسئلة دي ويكون وراها يأس، من فضلك الحل النهاردة في المسيح. افتكر موضوع إيه؟ حضان. افتكر موضوع الحضانه، قول انا هفوت ونط واخش جوه الحضانه وابقى مبسوط زي البيبي الجميل ده والدنيا بره كوم وانا ابقى في كوم تاني. هسلمك حياتي النهارده يا رب واكون في المسيح خليقه جديده، وتنتهي ازمنه الياس ويجي ازمنه الامل والرجاء. امين امين. الحقيقه يعني انا شايفه ده وقت اكتر وقت محتاجين نكون بنصلي فيه. اختنا رندا معانا وهنكون بنصلي تشجيع لينا كلنا، لكل حد خد القرار انه يأكده تاني، ولكل حد جايز لسه ما خدهوش انه فرصة النهاردة انه نكون بنصلي ونكون كلنا بندخل جوه الحضانة بندخل في المسيح. تفضل يا رندا. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اشكرك لان مكتوب ارفعوا الى العلاء ايناكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. أبارك اسمك يا إلهنا القدير الحكيم اللي صنعت كل شيء بحكمة وإتقان. الكون كله يا رب يشهد عن عظمتك وقدرتك وجلال مجدك. أذكرك لأن من عظم قدرتك عنايتك الخاصة بكل واحد فينا بالاسم، ورغم بعدنا وتوهلنا عنك ما تركتناش في العالم لوحدينا، لكن دبرت لينا طريق الخلاص بكل حكمة علشان ما نعيش في يأسنا لكن يكون لنا في المسيح يسوع حياة جديدة.
لأن مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أشكرك لأنك بتسلمني النهاردة السر اللي يخلي حياتي تتغير من هزيمة النصرة ومن سقوط لقيامة، وهو أن أكون في المسيح بأخذ خليقة جديدة، أخذ طريقة تفكير جديدة وأسلوب جديد وكيان يتملي من قداستك. لأنه مكتوب كما أخترنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة. أشكرك لأنك اخترتنا أننا نكون فيك متغطين ببرك ومتقدسين فيك وبلا لوم لأننا في المحبوب يسوع. يا رب أنا بتمسك بكلامك النهاردة وبختار أني أكون في المسيح، أختار أني أعيش في حضنتك، المكان اللي فيه كل الحب والرعاية والدفع اللي أنت أعددته لي علشان أغلب كل شر. يا رب بفتح قلبي بالإيمان ليك علشان تدخل وتسكن فيه وأكون فيك وتكون ملك على حياتي. بأسلمك قيادة حياتي فأعيش في المسيح متغطي ببرك هنا في الأرض وأكون معاك في المجد، لأني هدخل وأنا مستخبي في المسيح يسوع الجار، لأنه مكتوب وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ليك كل المجد والإكرام مع صلوات كافة قدسين اسمع والسجيب. أمين 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 أمين. ربنا يباركك جدا على صلاتك يا رندا. أمين يا باشمهندس، فعلا يكون لنا النهاردة بداية جديدة، أمان أمان وسلام وقوة جديدة وإحنا في المسيح يسوع. أمين. طيب خليني أتنقل لكلمة كبيرة قوي اتقالت في السؤال، وهي لما قال صاحب السؤال بعلمه السابق. حقيقة يعني كلمة علم الله السابق دي بتصنع برضو تساؤلات مش قليلة، زي السؤال اللي كان برضو في وقت فكرنا فيه، يمكن احنا قلنا عليه كذا مرة في الحلقات اللي فاتت بس كناش بنلحق نجاوب عليه، انه طيب ربنا بعلمه السابق عارف انه الانسان ده هيتولد ومش هيختار ربنا، مش هيمشي مع ربنا، هيهلك. طب ليه خلقه؟ هيبقى ده انسان اتولد محكوم عليه انه رايح الهلك، خلقه ليه؟ أول فكرة في موضوع علم الله السابق نقدر نلاقيها في رسالة بطرس، بيقول الكتاب بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطيا وكبادوكيا وآسيا وبثنية المختارون ومقتدى علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام. علم الله السابق الكلمة دي ما اتذكرتش في العهد الجديد إلا مرتين، مرة في الآية بتاعت بطرس ومرة تاني في سفر الأعمال. هقول الاثنين واربط ما بينهم. تمام. يقول هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسما صلبتموه وقتلتموه. يتضح من الآية التانية إيه؟ إن الله كان يعلم تماما إن اليهود هيصلبوا رب المجد يسوع، والكلام ده اتقال في نبوات ورب المجد يسوع اعلنه وكان معروف لديه بكل المعرفه. هل ده اعفى اليهود من مسؤوليه قتل وصلب المسيح؟ لا طبعا. اذا علم الله السابق مش شيء مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين ويعفي الانسان من حريه قراره، هي معرفه سابقه لله ولكن غير ملزمه للبشر. يعني ما ينفعش الناس تقول بس ربنا كان عارف ان انا هقتله وانا قتلته تبقى لعلم الله السابق. لا، علم السابق وطالما ان ربنا كان عارف يبقى انا خلاص، يبقى انا ما فيش عليا حاجه. يبقى في الايجاب وفي السلب علم الله السابق مش مفروض على الانسان، لكن يعرفه ويقراه ولا يكتبه. زي ما قلنا الله يقرا المستقبل ولا يكتبه. يقرا المستقبل ولا يكتبه. يعني ايه يقراه ولا يكتبه؟ يعني يعرفه ولا يفرضه على الانسان. يعني مش مبدأ مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هو إدراك إلهي مش مكتوب ومفروض على الإنسان. هل واضحة؟ أيوة واضحة واضحة، واضح إنه يعني ربنا ما كتبش في إنسان عاش وقرر إنه يعيش بعيد عن الله، ربنا ما فرضش عليه ده. صح، مش مكتوب على الإنسان، مش مكتوب ولا مفروض عليه، فهو اتولد وعنده الحرية انه يختار يعيش مع ربنا او يبعد عن الله. بالظبط. فمش هينفع اقول هو ليه خلقه، لانه هو خلقه حر انه يختار ده او ده. بالظبط. صح؟ عايز اقرب وعايز اقرب المثل شوية يعني عشان بس طبعا الفارق
عظيم مع الله. يعني فرضنا ان في بعض الدول في امريكا بيبقى او بعض الولايات بيعمل طيارات هليكوبتر لمتابعه الطرق، متابعه الطرق. فراجل من راكب في طيارة هليكوبتر وشاف عربيه ماشيه مسرعه جدا، وشايف ان في الملف في حادثه، والراجل ماشي باقصى سرعه. لو الراجل اللي في الطيارة الهليكوبتر حاول يقول له انت كده رايح على الموت، او تنبأ انه ده بعد ما هيحود هتنتهي حياته في الحادثه دي، هل الراجل فوق فرض عليه هذا الشيء؟ لا طبعا، ولا عشان من فوق شاف حاجه هتحصل بعد شويه فعارف. لانه عيلي فوق شويه؟ طب الله لو عيلي فوق شويتين ثلاثه اربعه هيقدر يشوف اللي بيحصل؟ اه هيقدر يشوفه بس مش هيفرضه. وحاجه تانية بقى مهمه جدا، مش هيتعامل مع الانسان ويحرمه من فرص الحياه لان الله يعرف شيئا. دي حتة مهمة جدا. لا دي بقى دي حتة مهمة قوي، وحاسة انه ايه محتاجين كده نكون بنأكد عليها تاني. بالظبط. يعني مش كون ان الانسان هيختار ربنا بعلمه السابق، عارف ان الانسان ده مش هيختار يعيش معاه. بالظبط. ده مش بيخلي ربنا ما يفتحش وما يقدمش ليه كل الفرص انه يرجع وانه يعرف وانه يتوب وانه يعلن له حبه. ده اللي حضرتك تقصده؟ بالظبط. وهجيب امثله للتدليل. الكلام ده مظبوط. يعني مثلا اختيارات الله لمنصب ملك او منصب واحد من التلاميذ ال 12. الله اختار شاول ملك. شاول الملك اللي قبل داود. هل ما كانش عارف ان شاول بعد ما يمشي شويه هينحرف ويروح لحاجات مش كويسه؟ كان عارف. ومع ذلك اداله فرصته. كتاب مقدس، فقال صمويل لجميع الشعب: ارايتم الذي اختاره الرب؟ حتى يقول لك شاول مختار الرب. طب اللي اختاره ربنا واداله فرصه يبقى ملك ويبقى قائد ويبقى ليه مكانه، وكان ممكن يبقى زي داود بيته يكون يستمر سنين طويله، كل الفرص اللي اداها له ربنا دي، هل لان الله عارف بعلمه السابق يحرمه من الفرص دي؟ لا. كان يبقى في دي نقطه مهمه وكان جدا. بيتكلم معاه وكان بيديله فرص. وحاول بكل الجهد معاه. بلاش كده يهوذا. هل المسيح اتفاجئ ان يهوذا هيبقى ماشي ورا الشيطان؟ لا ما اتفاجئش، قال لها بقوا المبارك. اجابهم يسوع: اليس اني اخترتكم الاثني عشر واحد منكم شيطان؟ وفي اليوم الاخير قال الذي يغمس اللقمه واعطيه. يعني كان عارف تماما. هل منعه انه ياخد فرصته انه يكون واحد من ال 12 تلميذ، ولا اداله فرصته كامله؟ اداله فرصته. انا بفكر مع حضرتك لما تقال انه ارسلهم اتنين اتنين مثلا، ما استثناش يهوذا. بالظبط. وده يفهمك ان معرفة الله مش يعني مش تجسس على مستقبلي. ومش عشان عارف قوم بيعاملني ان انا واد هبقى وحش فبيعاملني وحش لاني هبقى وحش. احنا بشر كده، احنا بتقلان ربنا زينا. يعني انا لو عارف ان موظف عندي هيمد ايده ويسرق، من اول ما يجي لي عيني هتبقى عليه وعامله وحش. انا عارف انه هيبقى حرام، يا اما مش هعيره عني. عشان احنا اشرار. لكن الله في كل القداسة والبر والتقوى، فيعطي كل إنسان حقه كاملا. ليه ربنا سمح زي ما قلنا قبل كده أن يعقوب وعيسو، عيسو يجي الأول؟ ما قلت لك قبل كده هي خمس دقايق، لأن الاتنين توأم، مش كده؟ اداله كل فرصته أن يكون البكر، وممكن يكون من نسله المسيح، وممكن ياخد البركة المضاعفة، وممكن ياخد البركة الروحية، ممكن ياخد البكورية، وأخدها رماه واحتقرها. طب ما كنت يا رب بلاش تديله، لا انا ادي لكل واحد وكل واحد يختار، لاني بحب عيسو وبحب يعقوب، بحب كل انسان موجود على الارض. عارفه ليه ربنا بيحب كل الناس زي ما الاخت دي قالت؟ لان هو محبه. احنا كبشر مش كده، احنا نحب اللي يحبنا، نحب اللي ياكلنا، يحب اللي يدينا مصلحه، نحب اللي يقول لنا كلمتين، لكن احنا مش طاقه حب. لكن الله هو محبة، فهو طاقة حب يعني نبع من عنده. ازاي همثلها؟ يعني زي ما يكون الشمس، هل ينفع ان الشمس ما تطلعش ضوء؟ لا طبعا. هل ينفع ان الشمس تقول بصي الارض قرفاني انا مش هنزل ضوء على الارض، كفاية على مارس، كفاية على جوبيتر؟ هو ده كلام معقول؟ فطاقة الحب الالهية تبقى نبع منه، مش بلا سيطرة منه برضو عشان نقول، ولكن نبع بتلقائية طبيعية لكل إنسان على وجه الأرض له حب وله مكان وله فرصة وله اختيار. وعلم الله السابق لا يمنعه حتى من اختياره أو من حرمانه من فرص أن يكون في أفضل ما يكون.
طب خليني اقول بس اخر جمله تاني انها مهمه قوي. علم الله السابق لا يمنع اختياره، اختيار الانسان، ولا يمنع كمان كل الفرص اللي الرب بيديها له. لغاية آخر لحظة، لغاية آخر يهوذا كان معاهم في العشاء الأخير، يعني ده قبل تسليمه يمكن بساعات قليلة، يعني فور ذا لاست مينيت، ده أنا مدي لك فرصة لآخر وقت. إيه ده؟ شاول طول باله عليه حتى بعد ما رفض وحتى بعد ما ترك روح الله، اداله فرصة لغاية آخر يوم. قال مش هيموت، مش هيتفقد منه الملك لآخر يوم في حياته. إيه طولة البال دي؟ إذا علم الله السابق ملغاش حريتي وملغاش فرص إني آخد حقي كاملا، وموقفش حاجز ضدي، ومبقاش موجود عشان يفرض عليا أو يكتب عليا مستقبل مظلم، بل على العكس. علم الله السابق ليه بركات غامرة هنسمعها دلوقتي، أربع بركات. يبقى إحنا شلنا الصورة السلبية اللي احنا فاهمينها، لان انا لما بقول انا عارف ان فلانة دي هتمشي مش مظبوط من الاول كده، ببقى عاملها وحاططها تحت المجهر وقافش عليها، او فلان. الله مش كده، يعني من الاول ادم وحواء كان عارف انه هيغلطوا، كل الحب يقابلهم صباحا، يقدم لهم كل الخير، يصنعهم على صورة الله ومثاله. الله مش عشان عارف حاجة سلبية عندك هيعايرك بيها، أو هيحاسبك على أساسها، أو هيحرمك من عطايا إلهية بما أنك هتكون أبدا، بس يظل الله يعرف كل شيء. فاهم قصدي؟ يعني يظل الله يعرف كل شيء. طب هل في مميزات لي أنا كابن ربنا إن الله له علم سابق؟ مميزات كتير. زي إيه بقى؟ أول ميزة، الله يعرف المستقبل ولكن لا يفرضه على الانسان، فحريه الانسان لم تنقص. يعني مش كون الله عارف بكره فيمنع بقى ويحرم ويودي ويجيب ويفقد الانسان حريته اللي هي تاج عطايا الله للانسان. ايوه، اغلى ما للانسان. احنا بنقول الله اعطى الانسان عطايا كثيره، ولكن تاج عطاياه هي حريته. فعلم الله السابق من زي تفكيرنا. أنا بقول لك، أنا لو عندي حد صديق عارف إنه هيخلف بيا أو هيخوني، من الأول هعامله بمنتهى الحذر والحرص، مش هقربه مني كفاية، مش هديله فرصته، ومش هعرفه أسراري، وهعمل وهسوي. ده مش ربنا. أنت مش ربنا، وأنت مش ربنا، وأنا مش ربنا. ربنا طاقة الحب اللي عنده أعظم بكثير بما لا يقاس بطاقة الحب اللي عندنا. ولأن الحب بتاعي أنا حب في شيء من مصلحة، الله حبه ما فيهوش مصلحة. ولأن الحب بتاعي عاوز آخد منك إخلاص، وعايز آخد منك وفاء، وعايز آخد منك تقفي معايا، لكن الله عايز محبته يديلك إخلاص ويديلك حب ويديلك وقفة معاه. فما تقولش أنا لو كنت مكان ربنا وعارف إن فلان كذا كنت هعمل وأسوي. لا لا، عدالة الله تقتضي انه كما يعرف ان في انسان هيكمل للابدية وانسان لا يكمل، انه يعطي الاثنين فرصته. ودي عدالة الله. فلما تقول ربنا كان عارف ان فلان مش هيوصل، طب ليه خلقه؟ فانت بتعتدي على اعظم شيء بعد محبة الله، وهو عدله. الانسان ده من حقه ياخد فرصته، انت ما تحرموش من الفرصة دي. انت ما تتدخلش وتقول الانسان ده كنا نحرمه من الوجود. الإنسان ده من حقه يوجد، ومن حقه ياخد فرصته، ومن حقه يقبل، ومن حقه يرفض. أنت ما فيكش أي شيء من العدل وأنت بتقول كده. أنا مع حضرتك، أنا عمالة بفكر إزاي العدو بيلوي الحقائق ويخلي الحاجة المباركة جدا والحاجة العدل والحاجة اللي فيها رحمة والحاجة اللي فيها حب تبان بعكس كده. بالظبط. وعشان إحنا لا نحترم حريتنا ولا حرية الآخرين، بنعمل بفكرة القصر. طالما فلان ما تجيبوش، طب فلان احرمه. إيه ده انت مش فاهم يعني ايه حرية بقى. انت مش فاهم يعني ايه حرية. ما لو كانت الدنيا قصر ورغم ورجم، كن ليه صليب وليه فداء وليه كل اللي بيحصل ده؟ الله وهبك تاج على راسك اسمه حرية، قدره واحترمه ليك ولغيرك. يعني لو فرضنا مثلا ان جه واحد في احدى عمداء الكليات مثلا، وقرر ان في طالب هيدخل عنده، قال لا الطالب ده مشاغب ما تدخلوش. الناس هتقوم عليه، انت ايش عرفك انه مش هيصلح حاله؟
انت ايش عرفك انه مش هيلتزم؟ انت ايش عرفك كذا وكذا ما وكذا؟ انت دورك ان انت على فكرة ان هو حتى لو مش هيغلب انت تصلحه. انت اديله فرصته. اذا الانسان البار ياخذ فرصته والانسان الشرير ياخذ فرصته. وهنا البر والعدل بتاع الله يتقابلوا ويتلاثموا يعني يتفقوا. فانت حضرتك معلش معلش يعني يا الله يا ابن شيء من التواضع شوية. أيوة نتواضع قليلا ونشوف كده كما علت السماء عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم يقول الرب. يعني شايف السماء فين؟ فكر كده. السماء مش المقصود بها القمر ولا الشمس. السماء يعني أعلى مكان في المجرات يعني ملايين من السنين الضوئية. فده الفرق بين العقلية اللي فوق والعقلية اللي تحت. فبلاش بلاش نتكبر كما تكبر أحدهم فأصبح شيطانا. أمين ربنا يحمينا. أيوة ربنا يحمينا يا باشمهندس. إيه تاني مميزات لعلم الله السابق؟ هقرأ الجملة وهفسرها. رغم معرفة الله للمستقبل نرى أنه اختار كثيرين لأعمال صالحة ويعلم أنهم سيخونوا الأمانة فأعطى لهم الفرصة. بإعطاء لهم الفرصة يؤكد عدم تأثير علمه السابق على عدالة التوزيع في الفرص زي ما قلنا شاول يهوذا يعقوب وعيسو. إذا ده شيء مفرح ومبهج ويسر قلبي ويحسسني بعدالة الله ومحبته المطلقة. يعني مش عارف طب هعمل وأخبي. إحنا طرقنا غير ملتوية. إحنا طرقنا ملتوية بس الله طرقه مستقيمة. الله طرقه عدل ما فيش التوى. مش اصله عشان هيعمل حق. ايه ده؟ ده مش الله. ايوه. فشيء مفرح ومبهج ان الله يعطي كل انسان حقه. كل انسان فرصته. كل انسان عطاؤه. والانسان يخطئ. وفي موافقه اختيار وعطاء الناس لناس اثبتت صلاحيتها زي داوود ولم تثبت صلاحيتها زي شاول يعطي لك الفكر ان الله يعطي الفرصه للجميع. وبل بالعكس فرصة للجميع. بل بالعكس احيانا يعطي الفرصة للمسيء قبل الكويس. يعني شاول جه قبل داود وعيسو جه قبل يعقوب. وكأن الله بيقول انا بحب الاثنين وبعطي فرصة للاثنين وبفتح قلبي للاثنين وبعطي لكل منهما طريقه. ثالث نقطة علم الله السابق يفرح ابنائه لأن أبوهم ملم بكل شيء حتى في المستقبل فلا يخافوا من مفاجآت سيئة في المستقبل. يعني مش مثلا هتصور يعني بخيالي كده أن الله لا يعرف المستقبل. فبعدين أنا حصلت لي مشكلة فربنا يقول للملائكة شوف إبليس الخبيث عمل حركة ما كناش عارفينها. تخيلي أنا هيبقى حالي إيه بقى؟ خايف ومرعوب وفي جلدي ومش قادر أطمن. مع قدرة الله العظيمة لو خلى منها معرفته السابقة ممكن تحصل حاجات غير متوقعة. مش كده ولا ايه؟ لكن هو في علمه السابق عارف اللي هيحصل وعارف انه يعني he is in control. هو يعني بالنسبة لأولاد الله يعني انه يعني هو مسيطر على الأحداث مطمئن لقلبي جدا انه هو عارف بكرة اللي هيحصل فيه. إبليس ده يتشال يتحط يتنقط يموت مش هيفاجئ الله بشيء هو مش عارف. كل ما يفكر فيه وكل ما سوف يفعله مكشوف وعريان امام ذلك الذي معه امرا. شيء مطمئن قد ايه بقى؟ يعني يعني مش بس قدره الله العظيمه وامكانياته ومحباته. لكن لو فرضنا جدلا ان احنا فقدنا من الله معرفته بكره سيظل هناك خوف. ما جاز إبليس يعمل لي مقلب. ما أنا هتفاجئ ده وارد لكن هو يتفاجئ لا. فاهم قصدي إيه؟ فيصنع قلق في حياة الإنسان وخوف من المستقبل لأنه مجهول لدي ولدى الله. شوفي فده شيء مفرح ومبهج وبيخلي الإنسان في حالة روحية عالية جدا. إيه كمان؟ إن نهاية الماتش معروفة. تخيل احنا بنتفرج على ماتش مصر وبلد تاني وعلى الكاس مثلا فكل المصريين بيبقوا قاعدين متحمسين جدا عشان بلادهم واعصابهم مشدوده وكل ما يحصل جون او اوف سايد والناس تقف وبتاع القلق ده كله ممكن ينتهي لو حد جالنا من المستقبل جدلا ولا يا جماعه مصر هتكسب 2-0.
نتفرج على الماتش نستريح وننبسط ونبقى ريلاكس. الماتش بتاعنا نتيجته معروفه. ابليس مهزوم مهزوم، نهايته فين؟ في البحيره المتقده بالنار والكبريت زي ما يقول سفر الرؤيا. حتى لو جاب جون يعني، حتى لو كانت 2-1، حتى لو كانت 4-1، ما هو في مثل يقول لك مش المهم مين اللي يفرح الاول، المهم مين اللي يفرح في الاخر. يعني حتى لو جاب جون انا مش ببقى مش بقلق. ما هو 5-1 5-2 احنا اللي غالبين مش كده ولا ايه؟ المهم مين اللي هيغلب. فوانا في وسط الماتش لو لقيت فيه جون دخل وانا وقعت في حته، احنا عارفين نتيجه الماتش في بالضبط. الاخر. لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقول. عشان كده يعني كلمه كان دايما يعني ابائنا الروحيين يقولوا لنا ايه؟ اذا ابليس عايرك بماضيك عايره بمستقبله. اذا ابليس عايرك بماضيك بحاجه انت عملتها عايره بمستقبله. مستقبله. يعني هو يقول لي مثلا انت ناسي انت عملت ايه وغلطت في ايه؟ اقول له انت ناسي ان مصيرك هيبقى في البحيره المتقده بالنار والكبريت وكل شياطينك معاك وانا هبقى في احضان السماء. مين؟ اذا عايرك باللي هو الماضي اللي انا عملته بالماضي اللي انت افكره عملته بمستقبله. عايره بمستقبله المظلم الكئيب. ده شيء على فكره مبهج ومفرح للنفس جدا طبعا، وبيدي امل ورجاء. انا الماتش بتاعي عارف نتيجته، هلعب وهجري وهدخل اجوان وهبذل كل النشاط الموجود، بس وانا مطمن ومش قلقان. هجاهد جهاد قانوني وراه ايمان وراه ثقه، بس مش وانا مخروع ومهزوز وخايف من خبر وخايف من موقف وانا مصحى الان اللهم اجعله خير ما يمكن ويمكن. انا مطمن المستقبل في يد الهي، شيء مبهج ومريح ويديني ثقه امام اعدائي. امين. طيب احنا بنتكلم على الماتش ان النتيجة محسومة، ده برضو احنا بنتكلم على علم الله السابق. بالظبط كده، لانه علم الله السابق كمان اعلنه ليا يعني في سفر الرؤيا. ربنا قال لي الاخر هيبقى ايه؟ ابليس وجنوده والنبي والوحش والنبي الكذاب كلهم فين؟ في البحيرة المتقدة. الله الله. وانا بقى في المسيح ليا مكان تاني. وانا في المسيح انا في الحضانة وهقضي فيها 70 سنة في الحضانة. فأنا في المسيح، أنا وأنا في المسيح أنا الماتش نتيجته محسومة بالنسبة لي. أنا مطمن على أبديتي زي ما شرحنا قبل كده، لأني في المسيح يسوع مش في نفسي ولا في ثقتي في قدراتي ولا إمكانياتي ولا شطارتي ولا أي حاجة في نفسي. أنا رامي كل أملي عليه لأني مسلمه أمور حياتي وماسك الدفة، وده اعظم اطمئنان. راكبين مركب المسيح ماسك الدفة. نستريح ولا نقلق؟ لا تستريح. هنبقى عندنا نشاط ونقوم وزي زمان نشد القلع وممكن نجدف وكل ده وارد، بس مطمن يسوع ماسك الدفة بتاعت حياتي. مش كده بقول لما بسلم حياتي ربنا بطمئن على حسابه مش على حسابي. حساب قيادته العبقرية اللي بتاخذ كل شيء في حساباتها، اللي مدرك لكل ما يحدث حولي والذي يعرف المستقبل ايضا. بعلمه السابق اللي احيانا بيجي العدو كان بيستغلها عشان خاطر يكون بيتعبني. بالظبط. اجيب مثال مثلا يعني رب المجد يسوع قال ايه في لوقا؟ بيقول وقال الرب سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه. اذا الله بعلمه السابق شايف خطة عدو الخير اللي لسه هيعملها وياخذ ينبه ابنائه احيانا، ياخذ الاحتياطات احيانا، يعطي تعليمات بمنع بعض اجزاء خططه. لا مش موافق عليه تحصلش، او بعض الاجزاء في وجود الهي في ملائكه يرسلهم. الله. ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمان. الله. يبقى الشيطان كل خططه مكشوفه قصاد ابويا. استريحت. تخيل ان باباكي في الشغل كان ماسك مؤسسه وهو مديرها الكبير وعنده ناس بتوصله كل حاجه. فانت مطمنه بقى وانت شغاله في شركه بابا ان اي كلمه كده اي حركه كده هتوصل لبابا، لان هو فارش ناس في الشركه كلها يجيبوا له ايه التايهه. ف
فبتدي شيء من الاطمئنان. طبعا الله مش عامل كده، الله يدرك المستقبل ويقرأه كأنه واقع. حد بيسأل يعني ايه ربنا يعرف المستقبل؟ اشرحها ببساطة. أيوة. لما نقول الله موجود في كل مكان وزمان، دي حقيقة نتفق عليها ولا لا؟ طبعا. مش كده؟ غير محدود. مش غير محدود، يعني موجود في كل مكان كل مكان عرفناه. طب كل زمان يعني ايه؟ يعني امبارح والنهارده وبكره. مش كده؟ انا يبقى بفكر كون بس مع حضرتك. ايوه انا بترجم، لان حاجات احنا بنقولها مسلمات بس جايز مش بندرك معانيها الحقيقيه او العميقه. بالظبط، يعني عشان الله غير محدود فهو الإله الذي يشمل كل الحدود المكانية والزمانية، وبالتالي هو موجود امبارح وهو موجود بكرة وهو نفس الشخص. فهو إدراك إلهي فوق الفكر، مش استنتاجات وتوقعات إلهية. يعني ربنا مش كمبيوتر عظيم بندخله داتا فيعمل فوركاستنج أو يعمل الذكاء الاصطناعي يقول لك بكرة هيحصل كذا. لأ، لأن في ناس بتفكر كده. عارف؟ لأ، الله يدرك المستقبل لأنه موجود فيه. هو الله موجود في بكرة وموجود في امبارح وموجود في النهار وسيظل موجودا إلى مدى الدهور. الله الله، شيء مفرح مبهج مطمئن، بيخلي ولاد ربنا رافعين راسهم معتزين بإلههم الذي يعرف المستقبل. آخر حاجة، اتفضل. تخطيط الله لخلاصنا اللي أخذ في اعتباره علمه السابق مطمئن لكل أولاده أنه التخطيط مؤكد وناجح بنسبة 100%. أنا مش ماشي في خطة فيها أمور غامضة. أنت فاهم قصدي؟ يعني خطة الله الخلاصي خطة مؤكدة ومضمون لها مستقبلها، لأنه يعرف مستقبل كل شيء. فلما يطمئني عن المستقبل مش بيقولي كلام مشجع، تخافيش يا دكتور الحمد لله إن شاء الله كله تبقى كويس، مش بقولك كده. أنا بقولك بكرة أنت في إيدي، يعني بكرة أنت في إيدي، لأني أرى المستقبل كما أراك الآن. فعايزين ناخد كلام ربنا بإيه؟ بجدية شوية، مش حد صغير، مش زينا سوري احيانا بنبق أيوة. كلام ونقول أيوة. كلام أو كبير أو نقول كلام مشجع بس عشان نطمن. يعني بق جامد، عايز اطمن بس اللي قدامي. لا 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 مش كده. لا لا، لما قال اللص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، حدث قد تم، شيء مطمئن مفرح مبهج. نبارك الله ونعظمه انه له هذا العلم السابق. امين امين. يعني عايز اشكر حضرتك جدا، انه كلمه علم الله السابق اللي جايز كانت قبل كده زي ما قلت لحضرتك كانت بتثير كم من التساؤلات، بقت كلمه مطمئنه جدا، بقت كلمه في صفي. بالظبط، وخلي بالك ان علم الله السابق كمان يطمئننا ان خططه تاخذ في اعتبارها ما يحدث. يعني مثلا خروج شعب الله، الله لم يتفاجأ بما سيفعله فرعون، ده من اول يوم قالوا انت هتروح تكلم فرعون ومش هيسمع الكلام وبعد ما تطلعوا هيجري وراك وهتمجد بفرعون في البقى. الله الله، مش روعه؟ روعه روعه فعلا فعلا روعه. انه يعني يعني فانا بتخيل دلوقتي يعني موسى النبي وهو كل مره موسى فرعون بعد ما يوافق ويرجع في كلامه كل الكلام ده، أنا عارف أصلاً أبويا قال لي. الله، شوفي طمني. مدى السلام والراحة والطمأنينة اللي تملأ قلب ولاد ربنا. ده هتروح وتكلمه هيقول لك لأ، وبعدين هتضربه هيقول لك لأ، وبعدين هيجي في الآخر آخر ضربة هيقول لك عليها حاضر، وبعدين لما تطلع الله الله، إن إلهي له علم سابق مبارك وعظيم لخيري ولخير ولادي. امين. طيب انا حاسه ان حضرتك زي ما كانت يعني الكلمه بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك كانت، كان ابليس جايز بياخدها وبيتعب البعض بيها، ده وقت ان احنا نكون بنشكر وبنعظم الله عليها وبنطلب ان احنا نكون فعلا بنتبارك. حاسه انه الكلمه بقى فيها كم من الخير والطمانينه لينا نحتاج ان احنا نكون بناخده النهارده. امين. اختنا اريني معانا هتكون بتصلي، اتفضلي اريني. بسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين. الرب بالحكمه اساس الارض، اثبت السماوات بالفهم. يا رب اشكرك واباركك، ما اعظمك، ما اعظم اعمالك، صنعت الكل بحكمه فائقه لا مثل لك يا رب. انت الخالق العظيم وانت الكامل المعارف، تدرك ادراك كامل للماضي والحاضر والمستقبل.
أنا بشكرك يا رب لأني عرفت النهاردة إن إدراكك وعلمك السابق ده الخيري، ما أثرش على حريتي وما قللهاش. أنا ليا الحرية أختار وأقرر وأكون مسؤول عن قراراتي. أشكرك لأن علمك السابق مش مفروض عليا ومش حكم مكتوب عليك ديني، فأنت تقرأ المستقبل لكن مش بتكتبه. اديتني فرصة كاملة في الحياة واديتها لكتير في الكتاب المقدس، اخترتهم لأعمال صالحة رغم علمك السابق إنهم مش هيسلكوا فيها، لكن بمحبتك وعدالتك ما حرمتهمش واديت لهم الفرصة لآخر وقت. أشكرك يا رب وبفرح بعلمك السابق عشان بيطمني على المستقبل، إن مفيش أمر مش هتكون عارفه، مفيش حاجة هتتفاجئ بيها، أنت موجود في كل مكان وكل زمان وكل شيء تحت سلطانك. أنا مصدق يا رب وساعدني أتملي بالإيمان أكتر وأكتر إنك ضامني طول الطريق. مش هتكل على ذراعي ومش هتكل على إمكانياتي، أتكل عليك وحدك. وقت اللزوم هتحذرني، وقبل التحديات هتدربني وتعدني وهتديني قوة ونعمة أواجهها وأعديها. أنت كنت تطلب من أجل بطرس لكي لا يفنى إيمانه، ومعايا أنا كمان أسعد رب إنك تحميني وتسندني وتثبتني. من كل قلبي عاوزة أتبعك، أكون معاك وتكون معايا. أثق جدا يا رب في محبتك وصلاحك، أثق في براءتك وحكمتك، أثق إن عندك ليا خطة حب وتخطيطك بينجح بنسبة 100%، لأن مؤامرة الرب إلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور. أشكرك يا رب ليك كل المجد، من فضلك تسمع وتستجيب مع صلوات قديسيك. آمين. 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 أشكرك جدا يا ريني، ربنا يباركك على صلاتك. الحقيقة عايزة أشكر حضرتك مرة تانية يا باشمهندس على حلقة غنية جدا الحقيقة، يعني من أول التنبيهات والتحذيرات اللي كانت مهمة جدا في أول الحلقة لحد الإعلانات الرائعة عن شخص الله المبارك والطمأنينة اللي ملت قلبنا بكل كلام الكتاب. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. بحب أشكر ربنا إن هو عظيم كده ومبارك كده وقدوس كده وباله طويل علينا كده وبيستوعبنا كده ومتواضع كده ومطول باله علينا كده. أيوة. إله عظيم ومبارك، فعلا. ليه كل المجد وكل التعظيم. آمين. أحبائي المشاهدين، أيوة فعلا هنيجي في آخر الحلقة ونقول يا رب ما أعظمك، يعني ما أمجدك. بيزيد إعجابنا بهذا الإله العظيم اللي في كل عظمته متواضع جدا، في كل عظمته الخالق البارئ اللي يستحق كل المجد وكل التسبيح. هفكر حضراتكم انه هناخد بالنا كويس قوي بعد كده من اي اسئله بتعرض علينا او تعرض على اذهاننا، انه خلونا دايما نفتكر ايه اللي ورا السؤال، ودايما تكون عندنا الفرصه انه احنا هنبص من كذا زاويه مش هنبص من زاويه واحده. الحاجه الثانيه، عايزين نمجد الله على عدله، وعايزين نمجد الله على علمه السابق اللي يحط جوه قلوبنا كل الطمانينه انه نتيجه الماتش لكل اللي في الحضانه، لكل اللي في المسيح يسوع محسومة سابقا. ربنا معكم.